خلينا بقى ننتقل لحاجة تانية مع حضراتكم، ومفاجأة هنا بتتعلق بمصير الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عفوا، مهاجم برشلونة الأسباني ده، بعد ما أصيب. احنا عارفين أو البعض منكم اللي حضراتكم تابعته، يعني هو كان عنده بعض المشاكل مؤخرا، يعني كان أصيب كمان وتعرض لمشاكل في ضربات القلب. ده كانت آخر أبديت لصحته، يعني أو الوضع الصحي يعني الأخير، ولكن هو كمان ازدادت الحالة عنده. كمان بنتكلم خلال المباراة، مباراة فريقه مع ألفيس، ده ضمن الدوري الأسباني، تأكد بقى وقتها من غيابه لمدة 3 شهور على الأقل، ده بالقليل يعني لإجراء الفحوص اللازمة وإن هم يطمنوا على صحته. طيب المفاجأة فين؟ المفاجأة بقى وحسب إذاعة هنا الراديو كاتالونيا، اللاعب قرر اعتزال كرة القدم ده بناء على نصائح الأطباء بسبب مشاكل ضربات القلب لديه، وكمان هنا هيكون هناك صعوبة لعودته للملاعب مرة تانية، وكمان من المقرر ان هو يعقد مؤتمر صحفي لإعلان اعتزاله بقى بشكل رسمي. وأكد صحفي إيطالي هناك على حسابه على تويتر، قال هذه أخبار يعني صحيحة، وتحدث عن أن فعلا نهاية رحلة أجويرو كلاعب في عالم الساحرة المستديرة يعني خلاص ربما انتهى. وخلينا نقول برضو نفكر الناس بهذا اللاعب، هو عنده 33 سنة، فإلى حد ما برضو صغير يعني 33 سنة، وبعد بيكمل بعد كده، وانضم كان لبرشلونة في مايو الماضي، وكان قادم صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي. وطيب لو هنتكلم بالأرقام برضو، وسجل أرقام كبيرة يعني بالقميص بتاعه، سجل 260 هدف في 389 مباراة في مختلف هنا بنتكلم المسابقات، وده خليته أفضل هداف في تاريخ النادي، وده كمان ساعده في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، نتكلم 5 يعني مرات، آخرها كان في الموسم اللي فات. بتحصل يعني طبعا خبر حزين، ولكن يعني بتحصل، نهايه حزينه للاعب، وانا يعني ما عنديش ذره شك ان في المؤتمر الصحفي قليل ما بكى بالدموع، لان انت بقى حتى لو هو وصل لسن 33 سنه، بس برضه فكره انه يبقى مجبر على الاعتزال واحنا بنتكلم على لعيب، برضه لعيب، بص الارقام اللي انت قلتيها انا بتفق معاك. سيرجيو أجويرو يعني برضه من اللعيبه اللي في برشلونه لها قيمه، وفي نفس الوقت برشلونه مش ناقصه يعني هنبص لها بزاويه ثانيه، برشلونه مش ناقص فعلا يعني. بس على كل حال تابع برضو ايه اللي هيحصل، هو ما تفهميش ايه اللي حصل في الدوريات الاهم وفي الفرق الكره العالميه. اه والله العظيم بكلمك، كورونا جد غيرت الملامح بتاعت ده. احنا بقى لنا مثلا ايه على يعني على مدار مثلا ايه هنقول الشهر، شهر ونص اللي فات تقريبا، اتكلمنا مع حضراتكم اكتر من مره على انه حاليا تمت وبيتم، ومن الواضح انه لسه سيتم اقاله اكتر من 25% من مدربي البريمير ليج لوحده بما فيها اسماء ثقيله، فاللي بيحصل ده شيء عجيب.